ترند الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل اللي اتقالت على السوشيال ميديا بخصوص النادي. نبتدي بالحساب الرسمي للوطن الرياضي على فيسبوك اللي بيقولوا ان موسيماني يحسم موقف الشناوي من حراسه عرين الاهلي امام دجله. وهنا في متن الخبر يعني انا لما قريته قبل الحلقه قال لك ان موسيماني استقر خلاص ان الشناوي هو اللي هيلعب مباراه دجله. انا بقى بقول لحضراتكم الاكيد ان موسيماني حتى الان لم يستقر على الدفع بمحمد الشناوي ولا علي لطفي. بسبب ايه؟ بسبب ان الشناوي لسه واصل من 5 6 ساعات القاهره، فحالته البدنيه ايه؟ حالته الذهنيه ايه؟ الاجهاد موقفه ايه؟ ده هيتحدد بقى زي ما كان معانا مراسلنا العزيز محمد توفيق وقال لنا التفاصيل دي كمان لسه ما تمش فيها اتخاذ اي قرار بخصوصها. فهنشوف ايه اللي هيحصل، لسه لم يحسم موقف مين اللي هيلعب مباراه وادي دجله في مركز حراسه المرمى تحديدا، او حتى موقف الخماسي المتبقي من المنتخب الاولمبي اللي كانوا مع الشناوي في اولمبياد طوكيو. خلينا كمان نروح لخبر اخر وهو من الاهرام وحسابه الرسمي على تويتر بيقول ان ياسر ابراهيم يعوض غياب ايمن اشرف امام وادي دجله. احنا عارفين ان ايمن اشرف موقوف عشان خد الانذار الثالث فهيغيب عن مباراه وادي دجله الهامه جدا. عندك يعني اوبشنز كتير، خيارات عديده. ياسر ابراهيم ممكن، عندك كمان رامي ربيعه مميز جدا جدا، الاثنين بصراحه عاملين موسم كويس حتى لو مش بيلعبوا اساسي بس لما بيشاركوا بتشوف ان هم مستواهم مميز جدا. عندك كمان محمود متولي اللي خد بعض الدقائق في المباراه الاخيره وكان مكسب من المكاسب المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. في كمان سعد سمير، طبعا سعد سمير احد اللاعبين اصحاب الخبره يعني، فاكيد دي رؤيه فنيه لمستر موسيماني هيحسمها خلال التدريبات.